فيما يخص الوضعية وحصيلة حرائق الغابات على المستوى الوطني عامة وخاصة على مستوى ولاية زوزو، إلى غاية الساعة الواحدة زوالا سجلنا 41 حريق عبر 13 ولاية. في صباحة اليوم كان لنا 31 حريق طبعا في 18 ولاية، من يعني حرائق أخمدت خاصة على مستوى ولاية زوزو التي كانت فيها 15 حريق ثم 19 وحاليا 21 حريق من أصل 41 حريق متواجدة على مستوى ولاية تيزي وزو في مختلف المقاطعات، منها كانت 12 أخمدة ومنها كانت حرائق أخرى اندلعت من صباحة اليوم إلى غاية الآن، خاصة بظل تواجد ظروف جوية تساعد على الانتشار خاصة الرياح الساخنة الجنوبية وكذا موجة الحر المعروفة. تيزي وزو أمس يعني منذ الظهيرة إلى غاية الليل شهدت أكثر من 50 موقد نار، بؤرة نار، هذا ما يعني عرف صعوبة نوعا ما في التحكم في هذه الحرائق مع الرياح. دفع على ذلك هناك حرائق أخرى في وسط الوطن وكذلك على مستوى شرق الوطن، على سبيل المثال حريق أو مهول على مستوى ولاية المنديه وما زال لحد الآن عملية إخماد متواصلة. نفس الشيء كان على مستوى ولاية البليدة، برج بوريريج، بستيف، جيجل فيها كذلك أربع حرائق مهمة جدا، خمشلا كان فيها حريقين أخمدة حريق وبقي حريق، على مستوى عنابة والطرف حريقين اندلعا صباحة اليوم، وولاية أخرى كبرج بوريريج وسكيكدا وحتى قال ما كان هناك حريقين أخمدة ثم اندلع حريق آخر.